أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانفلات الأمني في محافظة حضرموت. شكا مسؤولون محليون في حضرموت من أن انعدام الدعم المقدم للأجهزة الأمنية أدى إلى تدهور الوضع الأمني في مديريات حضرموت. المصادر قالت إن الانفلات الأمني ضاعف من جرائم القتل والاغتيالات في المحافظة، مضيفة أن انقطاع مرتبات أفراد الأمن دفع الكثير منهم لترك العمل الأمني، وطالبت السلطة المحلية في حضرموت الحكومة بالقيام بواجباتها لتعزيز الأمن داخل المدينة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار تدهور الوضع الأمني بالمحافظة، ودور الحكومة والتحالف في الحد من تدهور الوضع الأمني. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. رغم انقضاء أكثر من 3 أعوام على انسحاب تنظيم القاعدة من محافظة حضرموت، ما تزال حوادث القتل والاغتيالات التي غالبا ما تنسب لمسلحين مجهولين مستمرة. الأنباء الأخيرة من المحافظة الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية والإمارات بدرجة أقل تفيد بأن مسلحين مجهولين نفذوا 3 عمليات قتل أودت بحياة جندي ومدنيين 2 وإصابة آخرين، من بينهم طلاب يدرسون في معهد الصحة بمدينة المكلا مركز المحافظة. أرجعت مصادر محلية أسباب الانفلات الأمني الملحوظ إلى انعدام الدعم المقدم للأجهزة الأمنية، مؤكدين بأن مقر الشرطة تعرضت لاستهداف ممنهج خلال السنوات 5 الماضية، بينما سادت حالة من الإحباط في صفوف جنود الأمن. ورغم إعلان وزير الداخلية أحمد الميسري نيته اعتماد تجنيد أكثر من 500 جندي لتعزيز الأمن في مديريات حضرموت، إلا أنه لا شيء من ذلك نفذ على أرض الواقع. لكن التصريحات ما لبث أن أعقبها تدهور للأوضاع الأمنية في حضرموت وجمود الحكومة في إيجاد حل للمشكلة، ما دفع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى تعليق أعماله شهرا كاملا احتجاجا على تجاهل مناشداته بدعم الأجهزة الأمنية. نهاية يناير الماضي كان الحدث الأبرز، إذ نصب مسلحون كمينا لموكب أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحيى أبو عوجاء ووكيل محافظة حضرموت الشيخ محمد الصيعري أثناء مرور موكبهما بوادي سر في مديرية القطن شمال حضرموت. نجا المسؤولان من الحادث، ورغم تحرك حملة عسكرية لضبط المسلحين إلا أنها فشلت كالحملات العسكرية السابقة التي ما تلبث أن تتراجع مع انسحاب المسلحين المتهمين بالانتماء للتنظيمات المتطرفة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من حضرموت عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، وأيضا من المكلا مدير البحث الجنائي بمدينة سيئون محمد غلاب. مرحبا بكما ضيفي، وأنوه إلى أن عضو مجلس الشورى ينضم إلينا من اسطنبول. أبدأ معك سيادة عضو مجلس الشورى، ما الذي يحدث في حضرموت أو في الوادي، وكيف يمكن لك وصف هذا الانفلات داخل المدينة؟ حياكم الله أختي الكريمة، وحيا الله أسرة القناة وكل أبناء الشعب اليمني الذين يتابعوننا الآن في هذه التغطية وفي هذا البرنامج. أولا أصحح فقط، أنا أحدثكم الآن من جنيف. نعم. بسويسرا، والحقيقة أن الذي يحدث في حضرموت ليس بحدث آني، هو حدث يعني مستمر ومتكرر مع الأسف الشديد. الكل يعرف أن حضرموت لم تدخل الحرب، سيطرت القاعدة على ساحل حضرموت ومدن ساحل حضرموت لمدة تقريبا 8 أشهر، ثم تم تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من القاعدة، وسيطرت قوات النخبة الحضرمية وقوات المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء فرج البحسني محافظ المحافظة بدعم التحالف العربي. أما وادي حضرموت ومديريات الوادي والصحراء فهي لم تخوض حرب، موجود فيها المنطقة العسكرية الأولى وهي تتبع القوات الشرعية وبدعم التحالف العربي أيضا، ولم تغب مؤسسات الدولة من هذه المديريات. ومع ذلك كل يوم تقريبا تحدث حالة اغتيال وتسجل ضد مجهول، تنفذها جماعة مسلحة لا ندري تنتمي لأي فصيل،
سيارات بدون أرقام، أشخاص ملثمين يجوبون المدن والقرى والطرق العامة، يمروا بنقاط الجيش تقريبا بشكل مستمر، لم يكشف عن هويتهم. قتل أخي وشقيقي جميل رحمه الله بوسط مدينة سيئون، رحمة الله، قتل قبل يومين ابن خالي ماجد بوسط مدينة القطن، وقتلوا كثير من أبناء محافظة حضرموت أكثر من في أكثر من موقع وفي أكثر من منطقة، وأمام العالم، يعني أمام الرأي العام، ونحن نرفع أصواتنا للسلطة المحلية سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مديريات الوادي والصحراء، نعم، وإلى قوات الجيش والأمن وإلى القيادة الشرعية ممثلة بمؤسسة الرئاسة والحكومة، ولكن دون فائدة للأسف الشديد. ولذلك أنا أقول أنه ينبغي على أبناء هذه المناطق وبالذات أبناء الوادي والصحراء، مرجعية حلف قبائل حضرموت وحلف قبائل حضرموت وكل أبناء حضرموت، أن يشكلوا ضغط شعبي كبير على القيادة السياسية وعلى السلطة المحلية وعلى القيادة الشرعية أن يقوموا بواجبهم وأن يضبطوا هذه الجماعة المسلحة وهذه العناصر المسلحة وهذه الجماعة الأشخاص، هؤلاء الأشخاص الذين ينفذوا عمليات الاغتيال، وأن يكشفوا عن هويتهم. نعم. وإلا فسيفقد الشعب ثقته فيهم، لأنه كيف لعمليات القتل أن تتكرر بهذا الشكل وتسقط الدماء ويسقط الأشخاص الأبرياء ويذهب القاتل دون أن يلقى القبض عليه أو دون أن يكشف عن هويته، وسيارات مجهولة. نعم. لماذا لا ترقم السيارات؟ لماذا لا تفتش؟ نعم. لماذا لا يكشف عن هويته؟ هذه مسائل ينبغي على السلطة أن فهمت يعني من خلال حديثك أنك توجه الاتهام ولربما التقصير إلى السلطة المحلية داخل حضرموت، لكن وكيل المحافظة عصام الكثيري كان قد علق عمله لمدة شهر احتجاج على الانفلات الأمني داخل المحافظة، وأيضا كان يطالب الحكومة الشرعية وبالتالي التحالف بدعم المحافظة ودعم الأجهزة الأمنية. لا يكفي عملية تعليق العضوية، تعليق المهام أو تعليق المسؤولية سواء من المحافظ أو من وكيل الوادي والصحراء. نحن لا نتهم المحافظ ولا نتهم وكيل الوادي والصحراء ولا السلطة المحلية، هم من أهلنا وأبنائنا وإخواننا. نحن نتحدث عن مسؤولية مشتركة وعن منظومة متكاملة، نتحدث عن مؤسسات الدولة بشكل عام. أين أجهزة المخابرات؟ أين الأمن السياسي؟ أين الأمن القومي؟ أين الشرطة؟ أين الأمن؟ أين الجيش؟ أين السلطة بمنظومتها ومؤسساتها المختلفة؟ لماذا أقسام الشرطة خالية من الجنود والضباط؟ لماذا أقسام القوات الخاصة خالية من الشرطة من الضباط والجنود؟ لماذا لا يقوم بواجبهم؟ وإذا كانوا متواجدين أين دورهم؟ من الذي يصرف عليهم؟ نعم، سيد صلاح، سأحرص لماذا لا؟ على نقل هذه النقطة لضيفي مدير البحث الجنائي بمدينة المكلا محمد غلاب. مرحبا بك معنا سيد محمد. إذا كنت قد استمعت لحديث ضيفنا من جنيف، وجه الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية وقال لماذا هذا الانفلات داخل محافظة حضرموت، لماذا هناك سيارات لم ترقم، لماذا يتم تسجيل هذه الحوادث ضد مجهولين؟ أولا أحب أصحح أن نعم. أنا مدير عن البحث الجنائي في سيئون وليس في مكلا. نعم، مرحبا. وثانيا للتصحيح فقط، أنا مدير بحث جنائي في سيئون وليس في مكلا. نعم، سيتم تصحيح هذه المعلومة، ولكن إذا تم الإجابة عن السؤال إذا تكرمت. في الحقيقة أن الأمن عبارة عن حلقة في سلسلة مترابطة، نعم، وهو النظام العام، فإذا اكتمل النظام العام اكتمل الأمن. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك فجوة تم اصطناعها ومنهجتها من قبل قوى خارجية بين المواطن ورجل الأمن، وهو ما أدى إلى عدم الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وهذا ما نعاني منه نحن. نحن نعمل ليلا نهارا من أجل المواطن، ولكن للأسف. لكن بالتالي ما هي الأسباب الأساسية لانفلات الوضع الأمني داخل حضرموت؟ للعلم الوضع الأمني في حضرموت ليس بالانفلات الذي أجهز الإعلام،
طبعا قامت نعم، لكن تسجل مجلس النواب إذا ما كان يوميا حوادث اغتيال لمواطنين وجنود أيضا، جنود أمن. هناك قوى سياسية متصارعة على حضرموت. حضرموت أصبحت الكعكة الذي يجري بعضها كل السياسيين. بالتالي برأيك من؟ ونحن من ماذا؟ من يغتال من وضد من تقيد هذه الجرائم؟ والله احنا في جرائم كثيرة تم كشفها. تفضل بسرد هذه المعلومات إذا تكرم. تمام. الوادي هو مجتمع قبلي للعلم، في بعض عمليات الاغتيال تكون قبلية وليس إرهابية. لا نجد لا مبلغ ولا شاكي ولا شاهد ولا أي شيء ولا جثة بعض الأحيان. أولياء الدم يأخذون جثتهم وانتهى الموضوع. نريد أن نحقق موضوع لا يصح لنا بأي شيء. لا أفهم، كنت قد جثث بعضها في الثلاجة. هل هناك جرائم ترتكب دون مبرر؟ في قضايا سائر ترتكب، في قضايا بوابع سياسية، قوى سياسية متصارعة على الوادي. بالتالي التحقيقات والتحريات التي تقومون أنتم بها ضد في هذه الجرائم، ما هي المعلومات التي توصلتم لها حتى اللحظة؟ تم ضبط أكثر من 4 قتلة. والحمد لله صاحب شيخ قبل أقل من شهر تم ضبطه وكان قام باغتيال عسكري. وأثناء التحقيق اتضح اغتيال مقابل 1,000,000 ريال. ولكن لا اعرف من يعطيه 1,000,000. شعبنا في الموضوع كثيرا ووجدنا ان الموضوع سياسي اكثر ما هو جنائي. قوى سياسيه تتصارع داخل الوادي. نعم، سيد محمد، هل تتوفر لديكم الامكانات اللازمه؟ هل يتواجد الجنود داخل الاقسام؟ هل كل الامور بالنسبه لكم على ما يرام؟ لا، بالنسبة للجنود هناك بسبب الانقطاعات في الرواتب، وأكثر الجنود يعني رافض المداومة بسبب أن الراتب لا يجي بشكل منتظم. تفضل بالبقاء معي. بالإضافة إلى الوضع في نعم تفضل. بالإضافة إلى أن الوضع في 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 المكلا نعم توفير سعودي بشكل مستمر جعل أكثر جنود الوادي يذهبون إلى الساحل. تفضل بالبقاء معي سيد محمد. أعود إليك ضيفي سيد صلاح، برأيك هذه الاغتيالات وضحايا هذه الاغتيالات هل لهم توجه معين؟ بمعنى أن من يغتال هل يستهدف طرف ما داخل هذه المحافظة بعينه؟ أولا أختي، أنا أصحح المعلومة التي تحدثت عنها. أنا لم أتهم الأجهزة الأمنية ولم أتهم السلطة المحلية. نعم. لم أوجه الاتهام لرجال الدولة في المحافظة. أنا قلت أن هناك تقصير في القيام بالواجب، وأنا ذكرت كم نعم. نقلت الرسالة كما ذكرتها سيد صلاح. لا بأن هناك قصور لربما فرق بين، أرجو أن تضبطوا الألفاظ فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حساسة ومهمة مثل هذه. يعني نحن نتهم جماعات مسلحة، أشخاص قتلة ومجرمين ينفذوا عمليات الاغتيال وهم ملثمين ويستخدموا سيارات مجهولة، لكن هناك تقصير في الضبط. وهذا ما ذكرته السيد صلاح بأن هناك تقصير. نعم. هناك ضعف في الإمكانيات، لكن المسؤولية مشتركة. يعني أنا الآن وأنا أسمع حديث أخي مدير البحث الجنائي، لا شك أنهم يبذلون جهود كبيرة، يداوموا، يتعبوا، يسهروا، بل يتعرضوا للخطر. يعني رجال الأمن ورجال البحث الجنائي ورجال الدولة، الوكيل الأول بنفسه الأخ عصام بن حبريش الكثيري تعرض مع عملية محاولة اغتيال لأكثر من مرة ونجا منها، كذلك الوكيل الأول الشيخ عمرو. إذن من تتهم سيد صلاح بتنفيذ هذه الاغتيالات التي كما ذكرت راح ضحيتها 2 من أقاربك؟ نعم، أنا أتحدث عن منظومة متكاملة كما ذكر أخي مدير البحث الجنائي، أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، وفي المقدمة القيادة العليا، مؤسسة الرئاسة ووزارتي الداخلية والدفاع. يعني كيف تتركون محافظة محررة
حتى انا اخالف اخي لما يتحدث يقول هناك صراع سياسي على حضرموت واحزاب متصارعه على حضرموت. لا يوجد. المعركه اليوم بين الشرعيه والتمرد، بين الشرعيه والجماعات الارهابيه المسلحه. محافظه حضرموت في قبضه الشرعيه، تحت سلطه الشرعيه، لكن هناك خلل في اداره المحافظه سواء على المستوى المحلي او على المستوى المركزي. على السلطة المحلية والسلطة في الوادي والصحراء أن ترفع الصوت وأن تضغط بشكل كبير بالتعاون مع الأهالي وأبناء المحافظة على السلطة العليا ممثلة برئاسة الجمهورية ونائبه ومؤسسة الحكومة وكذلك الداخلية والدفاع أن يقوموا بواجبهم ويدعموا الأجهزة الأمنية ويؤهلوا أقسام الشرطة والأمن والمخابرات اللي هو الأمن القومي والأمن السياسي حتى نعرف المسؤولين يعرفوا المعلومة بشكل صحيح ودقيق. نعم. وتضبط هذه العناصر المنفلتة ولا تسرح وتمرح حتى لو كان هناك مثلا حالتين أو ثلاث أو أربع تم إلقاء القبض عليها أو كشف الأمر أنه عمليات قبلية. على فكرة قضايا الثأر لا ترتكب داخل المدن. القبيلي يقتل القبيلي في الفضاء الخارجي في الطريق العام بعيد عن أنظار الناس، لا يقتل وسط المدينة ثم يهرب. كيف يهرب ونقاط الجيش بين النقطة والنقطة أقل من كيلو؟ نعم. معنى أن هناك خلل وهناك اختراق للمنظومة العسكرية والأمنية وهناك ضعف في أداء المهام ينبغي أن يصحح وينبغي أن يقوم المسؤولون سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي بواجبهم تجاه المواطن وتجاه الجندي المسكين الذي نريده أن يقوم بواجبه ثم لا نعطيه راتب ولا نعطيه سلاح ولا نعطيه جهاز اتصال ولا نعطيه كاميرا تصوير ولا نعطيه الدعم اللوجستي الكافي لبسط الأمن والاستقرار وكشف الجريمة. نعم. بهذا الشكل يعني. تفضل. أنا أتكلم عن منظومة متكاملة وعن مسؤولية متكاملة ملقاة على عاتق الجميع. تفضل بالبقاء معي سيد صلاح. أرحب بضيفي من حضرموت الناشط السياسي أمين شمطوط. مرحبا بك معنا سيد أمين. كيف تنظر إلى المشهد الأمني في حضرموت وبالتالي من يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني داخل المحافظة؟ أولا شكرا لكم في قناة التلفزيون على إتاحة هذه الفرصة. مرحبا. حقيقة يعني نحن في حضرموت مستشفى حضرموت مثل خلال الأيام الماضية كان فيها الحزن بعد إحداث أمني هو متفرغ من عدة سنوات لكن عملت في أوساط المجتمع في حضرموت وفي مدينة سيئة وحواليه. سيد أمين هناك خلل في الصوت، سيحاول الزملاء في الكنترول معاودة الاتصال بك. أعود إليك سيد صلاح، إذن لماذا لا يتم تقديم الدعم من قبل التحالف والحكومة الشرعية للأجهزة الأمنية داخل حضرموت؟ هذا السؤال الذي نبحث له عن إجابة، ولكني هنا أحمل مسؤولية كبرى على كتلة حضرموت النيابية، كتلة حضرموت البرلمانية. ينبغي أن تتحرك بأعضاء مجلس النواب من الوادي والصحراء ومن الهضبة ومن الساحل، هم الذين أعطاهم أبناء حضرموت ثقتهم واختاروهم نواب واختاروهم ممثلين في أعلى سلطة تشريعية في البلد. لماذا لا تقوم الكتلة النيابية الحضرمية بدورها فتضغط على مؤسسة الرئاسة وتضغط على الحكومة وتضغط على وزارتي الدفاع والداخلية بأن تقوم بواجبها؟ لماذا لا يكون هناك تحقيق في التقصير الذي يحدث والضعف الذي نراه ونشاهده ونلمسه في أداء الأجهزة الأمنية والمخابراتية في حضرموت؟ لماذا لا تضبط هذه الجرائم ويضبط هؤلاء القتلة ويقدموا للعدالة والمحاكمة؟ لماذا يتركون الدماء تسيل في حضرموت والأنفس تزهق ويريد من الأهالي أن يقتتلوا فيما بينهم أو يتهم بعضهم بعضا أو يأخذوا حقهم بأيديهم حتى نعيد إحياء الثأر والحروب القبلية في حضرموت؟ قد يكون هؤلاء القتلة مرتزقة مستخدمون من 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 جهة ما أو من دولة ما، أو لا تريد للشرعية أن تنتصر، لا تريد لليمن أن تستقر، لا تريد للدولة أن تعود. قد تكون هناك تدخلات من جماعات مافيا، قد تكون هناك تدخلات من جماعات إرهابية. لماذا لا تقوم الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة بواجبها؟ ولماذا لا يكون لأبناء حضرموت وخاصة الكتلة النيابية ممثلي الشعب ممثلي أبناء حضرموت في السلطة التشريعية بدورهم في التحرك والضغط على السلطة العليا والسلطة المحلية بالقيام بواجبها؟ هذه قضية. القضية الثانية دور
الوجهاء والأعيان ومشايخ القبائل والعلماء ينبغي أن يتحركوا. إذا هناك تقصير من قبل أجهزة الدولة ومن قبل السلطة المحلية فعلى المجتمع أن يكمل هذا التقصير ويكمل النقص والضعف ويضغط باتجاه القيام بالواجب ومحاسبة المقصرين حتى نحقن الدماء وتكون حضرموت منطقة آمنة، بل نطمح أن تنطلق حضرموت في عملية التنمية والبناء والاستثمار وتدشين المطارات والموانئ وحقول النفط وأنابيب الغاز والنفط والبترول وتصديره، فتكون رافد وداعم لليمن وللحكومة وللشرعية بشكل عام. هذا الذي نطمح أن تكون فيه حضرموت. حضرموت استقبلت النازحين، استقبلت المساكين الذين لم يجدوا مأوى بعد أن فجر الحوثي بيوتهم، بعد أن سيد صلاح سأذكر لك بعض المعلومات عن محافظة حضرموت. معظم الأفراد داخل المدينة أفراد أو المجندين ضمن الأقسام لم يستلموا رواتبهم، هذا انعدام الدعم المقدم لهم يؤثر على الوضع الأمني داخل المحافظة. أيضا المحافظ التقى ممثل التحالف في 2018 لإيجاد حلول للوضع الأمني، وكشف المحافظ حينها بوجود خطة لم تنفذ حتى اللحظة. أيضا وزير الداخلية وجه باعتماد تجنيد 500 جندي ولم يتم اعتمادهم حتى اللحظة. أختي الكريمة، القضية الوعود كثيرة والخطط كثيرة والإمكانية التطبيق وإمكانية التنفيذ متاحة، لكن لماذا هذا الضعف ولماذا هذا التقصير ولماذا هذا البطء؟ أنا أتحدث هنا عن تحرك، ينبغي أن تتحرك السلطة المحلية. السلطة المحلية ينبغي أن تقود المجتمع باتجاه الضغط على الدولة في مؤسساتها العليا بأن تقوم بواجبها في دعم هؤلاء، ليس فقط الرواتب. يعني أنا أسأل دائما أقسام الشرطة والآمن، وأسأل دائما ضباط الجيش والآمن المتواجدين، يقولون أننا نفتقر إلى أبسط الإمكانيات البسيطة، قطع السلاح والسيارات التي ينبغي أن تكون تبع أجسام الشرطة والآمن، أجهزة الاتصال، كاميرا المراقبة، كاميرات المراقبة. اليوم العالم تطور، اليوم منطقة مثل حضرموت من السهل أن تصل أمنيا بالتعاقد مع شركة أمنية، تتعاقد الدولة مع شركة أمنية بتنسيق مع السلطة المحلية وتضبط الأمور الأمنية بسهولة. يعني أتحدث عن قيام السلطة المحلية بقيادة المجتمع وكذلك دور الكتلة النيابية في حضرموت بواجبهم في الضغط على القيادة العليا بأن يقوموا بواجبهم، لأن محافظة مثل حضرموت في هذه الأهمية وبهذه الفرصة التي تعيشها حضرموت لم تخض حرب ولم تدخل صراع ولم تدخل حرب، لماذا تترك لنهب وطيش هذه العناصر الإرهابية الممتلكة؟ شكرا لك عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، كنت معي من جنيف. أعود إليك ضيفي محمد غلاب. إذن بخصوص الإمكانيات كنت قد سألتك عنها، هل تتوفر لكم؟ وبالتالي هل أنتم قادرون على مكافحة هذه الجرائم؟ سيد محمد هل تسمعني؟ إذن سننتقل لضيفنا أمين شمطوط. مرحبا بك معنا سيد أمين مجددا. هذا الاختلال الأمني داخل محافظة حضرموت، ما هي عواقبه من وجهة نظرك؟ سيد أمين هل تسمعني؟ هو أهم ملف بالنسبة للمواطن. نعم. شكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا لكم على هذه الاستضافة. والملف الأمني طبعا نحن نتحدث اليوم عن محافظة حضرموت ومدينة سيئون، هذه المدينة التي احتضنت كل أهل اليمن وكانت سلام وأمان من الفعاليات الكبرى اليمنية، ولكن هناك منغصات لعل من وهي باستمرار استهدافات عدد من القيادات الأمنية كذلك المواطنين، وآخر ما كان هو الألم الكبير الذي هز سيئون ووادي حضرموت. وحضرموت من خلال استهداف طلاب المعهد الصحي بسيئون كانت حادثة مؤلمة جدا، الانحدار في مدينة سيئون والوادي إلى هذا اليوم مستمر. حقيقة الملف الأمني منظومة متكاملة، استهدافي الملف الأمني هو أول النقطة الأساسية في من يتولى إدارة الأمن اليوم في وادي حضرموت هو الجيش.
وليس الامن. فهنا علامات الاستفهام تطرح، ايضا هنا التساؤلات تطرح مثل ما انتم تطرحون تساؤلاتكم. ما هو في رايي ما هو المحظور ان وجد من تقويه الامن للقيام بدوره وفق منظومه متكامله امنيه بالقدرات والامكانيات وربطه بشبكه يعني علميه لايجاد لايجاد الملف الامني في الوادي لصالح من؟ لصالح من هذا ان تبقى المنظومه الامنيه بهذا الشكل؟ المجتمع اصبح عندنا اليوم في اليمن وعندنا كذلك ايضا في حضرموت يعني يقراها بانها عبث بين المتصارعين في بيئه ليست طرف في اي صراع، بيئه احتضرتكم كلكم، بيئه احتضرت اهل اليمن جميعا، بيئه تم اهلها بعيدين عن الصراع، بعيدين عن الحروب، بعيدين عن المشاكل، فلماذا هذا 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 الملف لا يكون موجود؟ ايضا هنا تساؤلي المهم وهو كيف لا تقارن المنظومه الامنيه الموجوده بساحل حضرموت بالوادي استاذ؟ نعم، إذا بالتالي هل لمستم أي جهود من السلطة المحلية وبالتالي من الحكومة لحل إشكال الانفلات الأمني داخل المدينة؟ بالنسبة للحلول نحن كمتابعين أو ناشطين أو مراقبين للشأن العام، حقيقة السلطة المحلية بوادي حضرموت يعني تبذل جهود خلال السنوات الماضية، الأربع سنوات الماضية بذل جهود، ولكن نفس اللغة هي التي تكرر، نفس اللغة هم يطالبوا، ولكن الدولة اليمنية ممثلة بالشرعية اليمنية كذلك التحالف اللحظة لم يوجد شيء، مع أن الموضوع يعني بسيط جدا ما يحتاج ذاك التعقيدات، إنما يحتاج إلى قرار والقرار صاحب القرار. الحل يتمثل في 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 بعض النقاط التي من رأيي انها مطلوبه اليوم، وهي واحد اعاده فصل منظومه الامن بالوادي عن الجيش، توحيد جهاز الامن بالوادي، تمكينه بالامكانيات والمعدات والادوات الامنيه الممكنه والمطلوبه، ايضا اعاده تاهيل الموجودين وتدريبهم ضمن قوه اضافيه كافيه من ابناء منطقه وادي حضرموت ليتولوا جانب الجانب الامني في في في, في في مديريات الوادي والصحراء، على غرار ما هو موجود كذلك في الساحل. فأعيد وأكرر عبر هذا المنبر أن نقول أن نحن أهل سيئون، هنا 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 تحتضن سيئون كل اليمن. نعم. سيئون تحتضن كل أهالي اليمن الموجودين باستقرار وبأمان، وإن شاء الله ربنا يرفع هذه الغمة عن شعبنا المظلوم طيله هذه السنوات. سيد أمين. وإن شاء الله تنبثق هذه الظلمة قريبا إلى نور بإذن الله تعالى. نعم، سيد أمين، دعت مرجعية حلف قبائل حضرموت لاجتماع مع ممثل التحالف داخل المحافظة. برأيك هل يعول على هذا الاجتماع وهل ستكون له نتائج ملموسة على الأرض؟ تابعا لذلك طبعا نحن انا يمكن حوالي هكذا ثلاث سنوات او سنتين نحن قمنا شباب من مدينه سيئون وحواليها بنفس هذه الخطوه، التقينا بقائد المندوب عن التحالف العربي في 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 مدينه سيئون والتقينا بهم وكان الكلام طيب جدا، لكن لن نرى هناك اي افعال ملموسه على ارض الواقع. ما نطالبه اليوم سواء كان من المجتمع هو تمكين الدولة، لا حل لنا إلا عبر الدولة اليمنية، لا نريد أي تشكيلات أخرى، لا نريد أي مكونات أخرى، لا نريد أي فراغ ندفع ثمنه جميعا في تخلينا. يجب أن ندعم منظومة الدولة. الدولة اليمنية تتمكن من شيئين في الجانب الأمني، الجيش وهو الذي يقوم بدوره الخارجي والمعروف، حتى العقلية العلمية للجيش تختلف عن الأمن. الأمن هو الذي نعاني منه، الأمن يجب أن نغطيه من خلال ابناء مدينه او ابناء حضرموت الوادي او الساحل لتغطية. نعم. مناطق وهم اولى بهذا الشيء في الجانب الامني وطبعا ضمن منظومه الدوله، نحن لا نتكلم على اي شيء خارج عن منظومه الدوله. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي امين شمطوط، كنت معي من حضرموت. كما اشكر ضيفي من سيئون مدير البحث الجنائي بمدينة سيئون محمد غلاب، وأيضا عضو مجلس الشورى صلاح باتيس كان معنا من جنيف. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.